إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في لقطة نادرة مع زوجها الفنان الشهير الذي حاول الانتحار وأنقذه أحمد زكي الجميلة إجلال زكي. في 8 أغسطس عام 1951 ولدت الفنانة إجلال زكي بطلة مسرحية سك على بناتك، الابنة الثالثة لفؤاد المهندس مع شريهان وسناء يونس. إجلال زكي التي ارتبطت في الأذهان بعملها في المسرحية الشهيرة والتي تم تقديمها بنجاح ساحق. بداية من العام 1980 اختفت عن الأنظار مرة واحدة حتى ظهرت العام الماضي في صورة تغيرت بها ملامحها وبدت سيدة كبيرة بعيدة عن الصورة التي يعرفها الناس بها بشعرها القصير. مثلت الفنانة إجلال زكي العديد من الأدوار ويبقى دورها في مسرحية سك على بناتك مع الراحل فؤاد المهندس أشهر أدوارها. اسمها بالكامل إجلال زكي أحمد، ولدت في 8 أغسطس 1951. حصلت على درجة الليسانس في الأداب عام 1973. بدأت مسيرتها المهنية من خلال برامج الأطفال مع ماما سميحة، ثم عملت كمذيعة في الإذاعة المصرية. الظهور التلفزيوني الأول لها كان من خلال مسلسل البوسطجي عام 1974 مع حمدي أحمد وعبد الله محمود. أدت دور زوجة الأديب طه حسين الفرنسية صوتيا في فيلم قاهرة الظلام عام 1978. شاركت بالتمثيل في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الفلوس والوحوش ويبقى الحب، الطائرة المفقودة، الأشقياء، وأشياء ضد القانون، موعد على العشاء، الفقراء أولادي، الفخ، لعنة الزمن، رجل بمعنى الكلمة. تزوجت إجلال زكي 3 مرات، الأولى من المخرج محمد خيري والثانية من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين. أما زيجتها الثالثة والأخيرة فكانت من نصيب الكاتب نادر أبو الفتوح. حاول زوجها الأول المخرج محمد خيري الانتحار بسبب مشكلة في فيلم كان سوف يقوم بدور فيه، ولكن الراحل أحمد زكي أنقذهم. في بداية التسعينات تم القبض على إجلال زكي ومحاكمتها بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل الدعارة لتدخل السجن لفترة تصل إلى 7 سنوات. ابتعدت عن الساحة الفنية بعد خروجها من السجن لمعاناتها من أزمة قلبية، حيث أجريت لها عمليات لتغيير الشرايين.